أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي، وأكد بوريل أن اقتحام الأماكن المقدسة وانتهاك للوضع الراهن، مجددا دعوته للحفاظ على الوضع القائم. إلى بروكسل من هناك ينضم إلينا الآن عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية. تحية لك عمرو. إذن بكلمات واضحة لا لبس فيها، هناك إدانة من الاتحاد الأوروبي لهذه الاقتحامات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وعلى رأسهم إيتمار بن غفير. عمرو، ضعنا في تفاصيل ما تحدث عنه جوزيب بوريل في هذا الموضوع تحديدا. نعم ياسر، بالفعل كما ذكرت جوزيب بوريل والاتحاد الأوروبي أدانوا هذه الاستفزازات الإسرائيلية، بل جوزيب بوريل منذ يومين حين صدرت تلك التصريحات الغريبة من قبل بن غفير وأيضا سومريتش، قال جوزيب بوريل أنه يجب معاقبة هؤلاء، يجب معاقبة هذين الوزيرين على الأقل، ويجب أن يكون هناك عقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي حين يجتمع مرة أخرى في بعد شهر من الآن. وهذا ربما سابق في حد ذاتها أن يتم تسمية على الأقل الشخصين من قبل أكبر مسؤول رفيع في الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن هناك حين يسمي ذلك ولا يسمي الحكومة، فمعنى ذلك ربما يكون بالفعل أن يدرس الاتحاد الأوروبي أن يخصص عقوبات خاصة بأشخاص بعينهم وليس الحكومة الإسرائيلية. وهذه الخطوة غير مسبوقة ياسر، وخصوصا أن هذه الوتيرة أيضا تكررت اليوم في هذه التغريدة التي خرج بها جوزيب بوريل، وكان يقول أنه بعد 75 عاما من الاحتفال باتفاقية جنيف الآن إسرائيل تقوم بكل هذا، وأيضا بعد كل هذه المجهودات الدولية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخاصة وحتى الأردن وهذه الاستفزازات داخل مسجد الأقصى، قال بوريل أنه يقدر تماما الموقف الأردني وعلى إسرائيل أن تتوقف عن هذه الاستفزازات، ويجب أن تتوقف عن هذه الاختراقات المستمرة والمستفزة. وأيضا ذكر بأنه لا يمكن أن يكون هناك دعوة للسلام ودعوة لمفاوضات ودعوة لمثل هذا ويخرج هؤلاء الوزيرين ويقولوا أنه يجب قطع الماء والطعام عن أهل غزة وما إلى ذلك، وهذا معناه أنه يجب أن يكون على الاتحاد الأوروبي دور أكبر من ذلك، وعلى الأقل يكون هناك نوع من دراسة العقوبات على الأقل إن حدث هذا، وهذا ربما سيكون مستبعدا إلا إذا كان هناك ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وربما في هذه الآونة نعلم تماما أن إسرائيل تستخدم هذه الوقت هو الأفضل بالنسبة لها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بالانتخابات الاتحاد الأوروبي في أجازة رسمية الأجازة الصيفية، ومن ثم سنجد بعض التصريحات ربما يكون غير مسبوقة من قبل. لكن لا ننسى ياسر أن جوزيب بوريل هو سيكمل منصبه حتى أكتوبر المقبل، ومن ثم ربما لن تكون هذه التصريحات مؤثرة بشكل كبير إلا إذا كان الاتحاد الأوروبي بالفعل يريد أن يعاقب وهنا فعلاً أو على الأقل يأخذ موقف منتشر. اسمح لي أن يعني أن نعم. نقف ببعض من التفصيل عند موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية تحديداً، لأنه المتابع لموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة الاقتحامات للأماكن المقدسة يجد أن هناك حساسية واضحة جداً، بمعنى أنه الحفاظ على الوضع الراهن كما قال جوزيب بوريل هو أمر له أولوية لدى الاتحاد الأوروبي فيما تصل تحديداً بوضع الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة. نعم، بحسب القوانين الدولية وبحسب الدول العالم هي تعترف أن إسرائيل تحتل القدس والضفة الغربية وبعض المناطق، ومن ثم حين يتحدث الاتحاد الأوروبي عن هذا الوضع هو يتحدث عن الوضع الراهن القائم الآن، هناك احتلال رسمي للضفة، احتلال رسمي للقدس الشرقية على الأقل، وأيضا باعتراف جميع دول العالم، ومن ثم هذا الاحتلال هو ما يريد أن يقوله جوزيب بوريل أن يبقى الحال كما هو عليه الآن إلى أن يخرج هذا الاحتلال. ومن ثم سنرى أن هذا الموقف أو موقف العقوبات دائما يقتصر على المواقع أو الأراضي الفلسطينية البحتة مثل الضفة الغربية مثل غزة، أيضا بالطبع هي
ليست محتلة لكن من الأراضي الفلسطينية المعترف بها وأيضا القدس الشرقية. حينما يتحدث جوزيف بريلو أو يتحدث الاتحاد الأوروبي يقول الوضع الراهن، يقول هو ما كان تحتله هو إسرائيل منذ عام 1967، ومن ثم يتم يكون هناك حساسية كبيرة بهذا الشأن، وخصوصا أن القدس التي بها كنيسة القيامة أو مهد المسيح التي ولد فيها المسيح. ونحن نعلم تماما أن في النهاية أوروبا أحيانا تستخدم الدين كأداة للوصول، ومن ثم تقول أنه الدفاع عن المسيحيين أو الهوية المسيحية داخل فلسطين أو داخل القدس بمعنى آخر، ولكن لم يترجم هذا إلى أفعال من قبل. لكن ربما على الأقل هذه الوتيرة ربما تتصاعد مرة أخرى، وخصوصا أن إسرائيل ليس لديها أي مقدسات الآن. يعلمون تماما أنه حين يتم التعدي على مسجد الأقصى فهو ليس يتعدى فقط على حقوق المسلمين ولا يدنس المقدسات الإسلامية، لكن أنه يدنس أي مقدسات أخرى هو لا يعترف بها بما فيها المقدسات المسيحية مثلها مثل أي ديانة أخرى. شكرا جزيلا عمرو المنيري من العاصمة بروكسل. شكرا عمرو.